السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الحبيب في المنام للرجل تدل على تحمل المسؤوليات والالتزام بها، وللشاب الأعزب تدل على التفكير بالعلاقة بشكل دائم. ومن رأى حبيبته تبتسم له في الحلم فهذا يدل على حسن تدبيره وإدارة شؤونه. فيما رؤية الحبيبة السابقة في المنام للشاب الأعزب تدل على استعداد الذكريات الجميلة، ومن رأى الحبيبة السابقة حزينة في الحلم للرجل فهذا يدل على التعب من أمور سابقة. فيما رؤية الحبيبة بعد الفراق في المنام فتدل على الحنية لأيام سابقة، ومن رأى أنها يجلس مع حبيبته بعد الفراق في الحلم فهذا يدل على الاجتماع بالأحبة قريبا. فيما تقبيل الحبيبة في المنام دليل على التقرب والتودد بين الراعي وبينها، وتقبيل الحبيبة أمام الناس في الحلم للشاب الأعزب يدل على إعلان خطوبة. وإذا رأت أنك تعانق حبيبتك وتقبلها في المنام فذلك يدل على نيل الدعم منها. فيما رؤية الزواج من الحبيبة في المنام فيدل على اقتراب موعد الزواج فعلا، وإذا رأيت أنك تزوجت من حبيبتك السابقة في المنام فهذا يدل على عودة الوصال والعلاقة بينكم. فيما الجماع مع الحبيبة في المنام يدل على تحسن العلاقة بينهم، ومن رأى أنه يداعب حبيبته في المنام فهذا يدل على مراوغته وكذبه. ورؤية العلاقة الحميمية مع الحبيبة في بيتها في الحلم للشاب الأعزب تدل على ارتكاب خطيئة وإثم عظيم. فيما الشجار مع الحبيبة في المنام دليل على مواجهة المشاكل والخلافات العديدة، والغضب والشجار مع الحبيبة في الحلم يدل على التعب الشديد في العلاقة. فيما رؤية ترك الحبيبة في المنام تدل على خيانة العهود والمواثيق، ومن رأى أنه يترك حبيبته ويتزوج أخرى في الحلم فهذا يدل على البدء بأمر غير مرغوب. أما رؤية موت الحبيبة في الحلم فيدل على فراق وانتهاء مشاريع وأعمال، ورؤية موت الحبيبة والبكاء عليها في المنام يدل على الحزن الشديد. فيما رؤية أهل الحبيبة في المنام للشاب فيدل على اليسر والتوفيق، ومن رأى أنه يدخل بيت أهل حبيبته في الحلم فهذا يدل على إتمام خطوبة أو زواج. أما رؤية الحبيبة في المنام للشاب فتدل على الفرح والسعادة، ومن رأى أنه يصافح والد حبيبته في الحلم فهذا يدل على إتمام اتفاق وميثاق بينهم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.